إجا عزيز أفندي. سهام إجا؟ إيه إجا. اسمعني منيح، أنا ورشا رح نروح نقعد تحت اللوحة يلي بيتعلق عليها علامات الامتحان، وإنت رح تسأل إليف عن مكان اللوحة، وطبعاً الخانم رح تأشر باتجاهنا، وإنت عم تحكي معها لا تطلع لوراك، هيك عزيز بيكون وقع بالفخ يلي حفرناه. امشوا. يا عمري أنا ما أحلاك. خدي مسحيلة. إليف رايحة على الحمام شوي. طيب. روح. عفوا، وين لوحة العلامات؟ اللوحة اللي بيعلقوا عليها العلامات؟ إليف؟ كمال! كمال واقف، لا تهرب! على شو ناوي؟ ما فهمت عليك، شو قصدك؟ لك لا تتمسخري علي، كمال شو جابه لهون؟ وبابا شو بده يجي يساوي هون بقى؟ مو قبل شوي دليتي أبوكي على سهام؟ عزيز شو اللي عم تحكي؟ هذا ما كان أبي، هذا كان واحد كان عم يسأل عن لوحة العلامات وأنا دليته عليها. إليف بكفي، حاجة كسبي علي بكل وقاحة. معقول هاي البنت اللي حبيتها؟ أنا مصدق، مو معقول أبدا. ما عم تشوف؟ امشي من هون لو سمحت، حاج تجرحني أكتر من هيك. إليف شو صار؟ شو لسه بدك منا للبنت؟ لما قلت لك ما صدقتني مو هيك؟ وقبل ما تجي تهجمت علي حتى سأل الكل بيشهدوا. مزبوط هالكلام. سهيلة أنت لا تتدخلي، جاوبي عم بسألك. ما توقعتك هيك. امشي سهام. بحياتي ما شفت أحقر من هيك بنت. لك اطلعي كيف عم تمشي بس مشان تستفزنا. انا مالي عرفانه شو عملت لها لحتى تحكي معي هيك. باي مكان بتشوفني فيه بتقلي بدي اقتلك وخلص عليكي يا سهام. يعني انا مليت كتير من هالوضع، خلص تقتلني وتريحني بقى. ألو، إيه هشام؟ عزيز لازم شوفك ضروري كتير. قدرت تعرفه شي؟ الأمور مخربطة، تعال بسرعة. تمام، جاي فورا. أنا لازم روح بسرعة، بشوفك بعدين. استني يا قليلة الشرف، بتشوفي هلأ شو رح أعمل فيكي. بدي تذكرة لو سمحت. يسلموا إيديك. أنا لهلأ مالي مصدق أي اللي صار، يعني عزيز كيف بصدق هيك شي عنك؟ سهيلة لا تشغلي بالك. شوفي قديش معك مصاري، يا ترى بكفوا حق بطاقات للباص؟ بس هدول ما بكفوا حق بطاقتي. شوفي بجيب شنطاتي بركي بتلاقي فيهم كم ليرة. شو؟ أخي ممكن تعطيني
أنا بطاقتين. بس هدول ما بيكفوا. طيب شايف معنا ولد وما فينا نمشي بهالبرد. نحنا كل يوم عم نشتري بطاقات من عندك، بعدين بجيب لك الباقي. ما فيني ساعدك، يلا مع السلامة. تمام سهيلة، أصلاً غلطنا لأننا طلبنا. روحي خلينا نمشي لشوف. صحيح في شمس بس مع هيك كتير برد، إن شاء الله ما يمرض. ما قدرت أشتري له جرابات، بس نوصل على البيت رح أعمل له أحلى جرابات. صوف، أنتي من وين جبتي هدول؟ البنات سألوني شو لازمه البيبي، أنا قلت لهم بدنا صوف، ولما أنتي كنتي عم تتخانقي مع سهام رحت واشتريتهم. بتعرفي شو أكتر موضوع مأثر فيني يا سهيلة؟ إنه عزيزي مصدقة لسهام. قديش قضينا وتعذبنا مع بعض ومرينا بظروف صعبة كتير، معقولة لسه لهلا ما بيثق فيني ولا بيعرف مين هي إليف؟ لأنه هديك بنت شيطانة، الله يلعنها وياخدها، كل البلا منها هي. بس أكيد عزيز رح يفهم بالأخير، بس ساعتها رح يكون الوقت تأخر وبيكون انتهى كل شي وما عاد في داعي وقتها للحكي. هاي الفردة الثانية شو جابها لهون يا ترى؟ بابا عم يتصل. ايه شبك يردي؟ بابا على العشاء؟ اي طبعا مو مشكلة. بشوفك. احكي شو صار. هذا بابا عازمني على العشاء اليوم وحكاني بطريقة حلوة كتير، انا مالي مصدقة. قال انتقلوا من البيت وعطاني العنوان الجديد. يا ترى شو يلي عم يصير؟ عقلي ما عم يستوعب يا هشام. اليوم شفت إليف وكمال عم يحكوا بالكافيتيريا، وبعدين لحقته لكمال بس ما قدرت امسكه، ولما رحت سألتها لإليف صارت تنكر وتقلي هذا ما كان أبي. ما عم بفهم ليش عم تعمل هيك. على الأغلب أنا بعرف. احكي. الموبايل لكمال. أصلاً متوقع هالشي. تعال شوف. شايف الكاميرات يلي هنيك مو هيك؟ في كاميرا موجهة على سيارتي بالضبط. هلأ بس امشي ووصل لعند السيارة، انت رح تطالع المسدس وتهددني فيه وأنا رح أهرب. طبعاً نحن رح نصور كل هالتمثيلية لنعطي دليل للشرطة، فهمت؟ مسيك لشو؟ لا تخاف، هالمسدس مو حقيقي. مين هالزلمة؟ مو غريب علي، حاسس كأني شايفه بشي مكان. وانت رشا روحي من هون. اسمعني، أنا رايحة لعند السيارة، بتلحقني فوراً ماشي؟ مثل ما اتفقنا. هالشغلة صارت خطيرة بلالي إياها. تفرجوا عليها كيف عم تمشي، كأنه نحن بصالة عرض أزياء مو بمرأة بسيارات. أنا هلا رح أعلمك كيف تمشي منيح. لك لا استنى يا غبي، مو هلا، اتركني. شبه هي شو عم تحكي؟ اكيد جنت على الاخر. لك انا هلا رح صير اركض منشان يصدقونا منيح. يلا. ولك مجنونه انت، شو عم تحكي؟ مفكرتيني عم العب معك؟ استني علي لحتى اوصك وساعتها بنشوف كيف رح تركضي. كثير منيح هلا. يا خانم انت منيحة؟ طمنيني صار لك شيء؟ اتصل بزوجي بسرعة. خليه يجي لعندي.
إبراهيم يا حبيب أم الغالي، الله يحميك وما يحرمني منك. تسلم لي هالريحة الحلوة، خلي لي إياك يا قلبي. خير شبك؟ لقيت الفردة الثانية بغرفة عمو كمال. شو جاب لعنده؟ وقعت على الأرض لما كنت عم ضب الحاف. ايه بس نحنا ما جبنا إبراهيم على هاي الغرفة. ليكي هاي أنا عم قلك، ها أبوكي أكيد عم يخبي شي عنا. أمي؟ البيبي كان هون. وينو يا ترى؟ بتشكركم كتير. هذا واجبنا، عليها العافية. الله يعافيك. متأكدة إنه كمال يا سهام؟ يعني ومين رح يكون غير كمال؟ أنا قلت لك إنه إليف بعتته لحتى يقتلني، وأنت بتعرف إن اليوم هددتني بالكافيتيريا قدام الكل، قالت لي إنه رح تضل وراي وما رح ترحمني أبداً وبعتت أبوه ولا يقوصني. اسمعي يا سهام، إذا كنتي عم تلعبي معي مستحيل حدا يقدر يخلصك من إيدي. كيف بدي ألعب؟ اطلع على إيدي كيف عم تنزف. بعتقد انه هالمرة الحق معك. الموبايل اللي لقيته بالغابة طلع لكمال، هلأ وصلتني رسالة منه. أنا مو خايفة على حالي، هالمجرمين أصلاً يقتلوا ابننا ويحرمونا منه. سهيل عم بتشوفي شي؟ يعني وين بده يكون راح؟ نسأل شي حدا؟ أخي يا ترى شفت بابا شي؟ والله شفته مبارحة بس ما كان على بعضه أبدا، قال بده ينتقم لبنته وراح فورا. ماله بالبيت؟ لا مو بالبيت. يا ترى بتعرف وين ممكن يكون هلأ؟ لأنه بدي إياه. الموضوع ضروري؟ إيه بدي أسأله سؤال بخصوص ابني. اتصلي فيه على الموبايل. بس عمو كمال ما معه موبايل. كيف يعني ما معه؟ على طول بيكون معه موبايل آخر موديل. استني شوي، هذا رقم. تمام أخي شكرا. شو سألوك البنات؟ والله أنا ما دخلني بشي، بس سألوا عن كمال وأنا أعطيته الرقم موبايله وهذا كل شي. طيب يعطيك العافية. لا تروحي على مكان بدون ما تخبريني، أنا بحل هالموضوع، لا تشغلي بالك، اهتمي بحالك، ومثل ما قالك الدكتور ريحي إيدك ولا تتعبيها أبدا. عزيز أنا مصدقتك ومتأكدة هالمرة كل شي رح يصير أحسن. بعدين خلص، مو أنت رجعت لي؟ ما عاد في شي بالحياة ممكن يفرقنا. ليش يا إليف؟ ليش عملتي فينا هيك؟ ليش؟
ألو؟ مساء الخير. لو سمحت بعت لي تاكسي لقدام سكن الضباط. اسمعي يا إليف، هالبرنامج مهم كتير بالنسبة إلنا. نحنا بدنا منك بدون ما تخافي ولا تخجلي تحكي كل شي لكل الناس، اتفقنا؟ لازم تعمليها كرمال ابنك. بدك ما يخلوا ابنك يدرس لأنه عم بيصلي وما يتركوه بسلام كرمال معتقداته؟ أنا شايفة إنه الحق معه. إذا الناس شافوا هالبرنامج احتمال تتغير كتير شغلات. أنا بعرف إنك زعلانة ومتضايقة، بس مو وقت التراجع هلأ. لا تتراجعي. طيب ماشي، لكان خلونا نروح. يلا. مو طالع بإيدي شيء، أنا مضطرة. طيب أنتي لا تشغلي بالك، أنا بهتم ببراهيم، هو أصلاً نايم. نيفين، بس يجي أبي بتقليله لا يروح على أي مكان، لازم أحكي معه ضروري. طيب ادخل. أهلين وسهلين، تفضل. أهلين فيك سيدي. أنت صرت بهالأرض القاحلة مثل المطر يلي عم يستناه كل الفلاحين. تعال عود، يلا تفضل. أنت يلي رح تحضر الأرض ورح تزرع بذور جديدة، وكل هالعالم يلي عم تدعي لك هلأ ما رح تعرف إنك مطر مضر كتير للأرض، لأنه فيك أسيد، وأول ما تنزل على الأرض كل شي رح يحترق. ومنوصل لهدفنا وبيبلش عصرنا يلي رسمناه إن شاء الله سيدي. هات خبرنا شو آخر أعمالك الخيرية؟ أنا مثل ما أمرتني دفعت المصاري حتى يتسجلوا البنات بالجامعة، وازداد الاهتمام بجمعيتنا، يعني من بعد اليوم رح يصيروا الكل يدقوا باب جمعيتنا. حلو حلو. مشان برنامج التلفزيون أنت حضرت شي للعرض؟ مثل ما بعرف ألمك حلو كتير، وأكيد فيك تكتب شي قصة مميزة بخصوص هالبنات المحجبات وحقوقهم ومن هالحكي، ما؟ لا ما في داعي أكتب، لقينا وحدة محجبة، قصتها حزينة كتير لدرجة إنه كل العالم رح يبكوا عليها. حلو. حدا منكم معه دبوس زيادة؟ عن جد طلع حلوة هاللون، لا بقلك كتير حبيبتي. ما بتصدقوا قديش أنا متوترة. إليف، ليش لهلأ ما حضرتي حالك؟ أنا ما بدي أطلع، ما بدي أحكي قصتي، حاسة حالي رح أختنق من هالمكان. بكفي، يلي بدك تعملي ماله غلط. أنت رح تطلعي وتحكي الحقيقة لكل الناس مشان بالمستقبل ما تنغدر أي بنت مثلنا. نحن تبهدلنا بلا ما يتبهدلوهن كمان. بعرف هالموضوع سهيلة، بس بالحقيقة حماس هالناس مخوفني كتير. مو هدفنا نتحداهم ونوقف في وشهم؟ إذا لزم الأمر منوقف بوشهم، لأنه ما في بقلبهم رحمة. لو ما الجمعية ساعدتنا وقتها الأستاذة هلا ما كانت رحمتنا بالمرة. ناديلي لإليف بسرعة. إليف مانا هون، راحت على الجمعية، عندهم تصوير برنامج هونيك. عزيز، الرقم باسم كمال. متوقع. أصلاً إليف اتصلت على الرقم وانكشفت لعبتها هي وأبوها. هلأ رح حاسبها على كل شيء. عزيز اهدى ولا تتصرف في تهور. جماعة الصوت تأكدوا لنا من الميكروفون. لو سمحتوا تفضلوا على مكانكم، ضل 30 ثانية. أنسي إلينا إذا جاهزة تفضلي. مدام إليف وانتي تفضلي. تعالي إليف، يلا فيك تساويها. يلا أوه، وهي أخيراً وصل حبيبي القلب.
يعطيك العافية، لو سمحت بدي فوت لجوا. في تصوير جوا، ممنوع تفوت. أنا لازم فوت، الموضوع مهم. أخي هيك التعليمات، ممنوع حدا يفوت. تاريخ 28 شباط بلشنا. بهذا اليوم تأسست أحلامنا الحقيقية، أحلامنا وحريتنا وإيماننا واعتقاداتنا. مرت بظروف صعبة كتير، وبعدين انمدت الإيدين على الحجاب يلي على راسنا وضلينا ساكتين. قلعونا من الجامعات ودعسوا على أحلامنا ومستقبلنا وما حكينا ولا كلمة. وبيوم من أيام شباط الباردة بردنا وتجمد الدم بعروقنا، بس ضل في عنا أمل وضلينا متمسكين ببعض لنحافظ على أحلامنا. طالبات المحجبات اليوم ما قدروا يدفعوا مصاري ليسجلوا بالجامعة، بس جمعيتنا قدرت تحل هي المشكلة، وطبعاً دفعت لهم كل المبلغ، وبفضل جمعيتنا تنور طريقهم. وهلأ كل البنات المساكين رح يخبرونا شو صار معهم وكيف انظلموا وانغدر فيهم، ورح يكونوا قدامنا مثل الورود يلي تفتحت بالتلج. أول وردة اسمها إليف كورال. انت عم تدرسي بكلية الطب بجامعة اسطنبول المركزية، مزبوط إليف؟ لو سمحتي ممكن تحكي لنا شوي عن حالك؟ مثلاً ليش اخترتي الطب؟ أنا يعني هي كانت أمنية أمي. أنا وعدتها لأمي إلهام إنه صير دكتورة إن شاء الله، وبصير دكتورة أرجع عالضيعة. صدقيني يا إليف، هالشي اللي عم تعمليه رح يعطي جرأة لآلاف المحجبات ليتشجعوا مثلك. طيب أنا رح ضل عم بحكي عنك هلأ. إليف مو بس انغدرت وانظلمت بحياتها الدراسية، بنفس الوقت كانت زوجة رجال عسكر الضابط عزيز آيدن. يا ربي هالقصة بتبكي الحجر. شو عم بيصير؟ وانتو عندكن ولد كمان، بس زوجك تركك قبل ما تولدي، ما دافع عنك ولا حماكي، لا أنت ولا ابنك. بس أنا لحظة، لا تكملي. لا تخافي، كلياتنا معك. اسمعي، نحن ما اتفقنا على شيء أبدا، ما كان بدي هيك. ما حدا بيقبل بهذا الظلم. استراحة صغيرة ومنرجع بعدين منكمل برنامجنا. إليف سهيلة وقفي، لا توقفي بوشي. إليف، عزيز، لهالدرجة صرتي تكرهيني؟ صدقني أنا ما دخلني يا عزيز، ما فيني أحكي هيك شي ضايقك. أصبح ليش طلعتي بالبرنامج؟ لهالدرجة انعمى على قلبك لتعملي هيك؟ بحلف لك إني ما عملت هيك شي أبداً. وصلت فيكي تحاولي تقتلي، ما رح حامل؟ أنت شو عم تقول؟ قلت لك ما دخلني بشي، أنت ليش ما عم تصدق؟ مو أنت بعتي أبوكي ورا سهام؟ كيف؟ ولك أنا شفتكم بعيوني بكافيتيريا الجامعة، لسه عم تكذبي علي؟ لهلأ ما بدك تعترفي؟ ليش يا إليف؟ أنت بتعرفي قديش بحبك. لك بحبك أكتر من روحي، بحبك لدرجة الموت. عزيز لو سمحت صدقني، لو سمحت. طيب هذا تليفون كمال، ردي. لمين هاد؟ يلا ردي، لا تخجلي، ردي. هذا مو لإلي، هالموبايل مو لإلي. انتي بهالحياة هاي
كنتي أظرف وأحلى وأطهر وأروع شي بالنسبة لإلي، بس تغيرتي. أنا بكل حياتي ما كذبت عليك، صدقني يا عزيز. لا كذبتي علي لما قلتي إنك بتحبيني، هاي أكبر كذبة بالكون. عزيز استنى، لك حاش لك كذب. عزيز واقف شوي، طلع فيني. عزيز واقف، بعدي عني، لا تحكي ولا كلمة. عزيز أنا ما بستاهل تعاملني هيك. يعني أنا اللي بستاهل؟ يلا قليلي لشوف. صدقني أنا مالي على ابنه بشي. حاج بقى بدي أخذ ابني. عزيز مستحيل أعطيك ابني. إليف بعدي عن طريقي. شو ما صار ما بعطيك ابني، عم تفهم؟ شو عم بيصير يا ترى؟ ما رح تقدري تمنعيني. أنا مستحيل أعطيك ابني، تعال هون. لا نيفين شوفي، وقفي اصحك. نيفين هاتي الولد. انتو جنيتوا يعني؟ ايه مزبوط انا جنيت، بعدي هيك لا تعطيه، بده ياخذ ابني، فوتي لجوا. بعد هيك نيفين اصحك، اعطيني ابني. عزيز شو بدي اخذ ابني؟ وقف على جسدي، ما بعطيك يا ابنه. إليف تركيني. لا تعملها. إليف هذا ابني، بعدي هيك. عزيز اصحى على حالك. اعطيني الولد، يلا اعطيني ابني، اتركيه. نيفين مشان الله لا تخليه ياخذ. بدي البيبي، اخذ البيبي، البيبي جيبوا لي البيبي. نيفين بترجاك ساعديني. عزيز واقف شوي، بترجاك استنى لا تاخذ ابني. عزيز لا تعمل هيك، فكر بالصبي. كان لازم هي تفكر فيه قبل ما تبهدلنا قدام كل العالم. كان يلا قتلني، فورا قتلني، لانك اذا ما قتلتني ما فيك تاخذ ابني مني. انت ميته بالنسبه لي، يلا بعدي من قدامي. عزيز ما رح اخليك تاخذ ابني مني. واقف شوي، واقف، انت ما بتعني له لابني شيء. لسه من يومين ما كنت بتعرف انه جايك ولد، ولما كنت نايم بحضن مرتك انا كنت لحالي. بس انا صرت بعرف هلا، بكفي بقى، بعدي هيك. ساعدوني يا جيران، هذا عم بيخطف ابني. بترجاكم ساعدونا حدا يتصرف. بعد من قدامي، انت مالك علاقة. ما بنسمح لك تعمل مشاكل بحارتنا، هات الولد. بس الولد ابني، يلا بعد من وشي لشوف. وشو عرفك انه ابنك؟ يعني حضرتك انت عرفت انه جايك ولد؟ انت كنت جنبه لما خلق؟ يعني انت اللي سميته؟ انت اللي حملته بحضنك شي؟ ها؟ حدا يفهمني كيف تسمي حالك اب؟ بأي وجه جاي عم تقول انك اب وبدك تاخده؟ انت تأخرت كتير لتقول هذا الحكي، اعطيني اياه. تركيه، يلا اعطيني ابني. إليف بعدي هيك، لا تجنني. شو عم تعملوا؟ تركي الولد يا عيب. شو عم تعملوا؟ اعطيني ابني. إليف تعي لهون، اتركوني. شو هالزلمة ها؟ لا تاخذ لي البيبي لو سمحت. أنا ما رح أسكت أبداً، نحن رح نتواجه ورح ورجيكي مين عزيز يا إليف. شو هالناس هدول، لسه ليل نهار خناق، والله ملينا من هالحارة هاي، ما بصير هيك. روحوا على بيوتكم، ليش لساتكم واقفين؟ روحوا قبل ما أبتلي بحدا فيكم. يلا يلا امشي نروح على البيت. طالما انتو هون معناته هذا هو البيت. انا سهام كراي. اهلين يا خانم. عزيز ما عاد شاف عيون. شفتي شو سوا؟ كان رح ياخذ ابني مني. ابني خلص اهدي، الحمد لله مرقت على خير. لا عاد تخافي إليف، ماشي رح يرجع كمان، ما رح يتركنا بحالنا. نيفين قليلي شو ساوي؟ لسه قدامنا فرصه إليف. عمو كمال تارك رسالة ما اعترف فيها بكل شيء، كان مخطط هو بسهام يخطفوا ابني. شو هاد؟ شو هالبيت؟ تاري بابا مزوق كتير.
ما في حدا هون؟ بابا؟ بابا؟ بابا وينك أنت؟ أمي؟ انقتلت بطريقة بشعة وبدون أي رحمة، مو هيك؟ ولا ما عم تقدري تتفرجي؟ ما تحملتي المنظر؟ خلص لا تقلقي، أنا فهمانك منيح، فهمانك. بابا صدقني ما كان قصدي، بحلف لك يمين هن اللي هددوني، أنا عملت هيك مشان ما يتشوه اسمك وسمعتك. ايه بعرف بعرف، من شاني. سهام، لأول مرة أنا ما رح أعمل لك أي شيء ولا حتى رح ألمسك. بمين بدك تتصل؟ أنا بدي أتصل بالشرطة منشان سلمك لألهم بإيدي وأخلص من هالهم. بابا بترجاك لا تعملها. بابا صدقني ما كان بدي يصير هيك. سهام، على هالحالة خلينا نتفق، بتنزلي الولد يلي بطنك ومنخلص من قصتك أنت وعزيز، يا أما بسلمك للشرطة وبعطيهم الدليل على جريمتك. الحية سهام لعبت بعقلي، هي يلي خطفت الولد، ولسه عندي أغلاط تانية بس ما بقدر أذكرها. إجا عزيز أفندي. سهام إجا؟ إيه إجا. اسمعني منيح، أنا ورشا رح نروح نقعد تحت اللوحة يلي بيتعلق عليها علامات الامتحان، وإنت رح تسأل إليف عن مكان اللوحة، وطبعاً الخانم رح تأشر باتجاهنا. وإنت عم تحكي معها لا تطلع لوراك، هيك عزيز بيكون وقع بالفخ اللي حفرناه. امشوا. يا عمري انا ما احلاك. خدي مسحيله. إليف رايحه على الحمام شوي. طيب. روح. عفوا، وين لوحة العلامات؟ اللوحة اللي بيعلقوا عليها العلامات؟ إليف؟ كمال! كمال وقف، لا تهرب!
على شو ناوية؟ ما فهمت عليك، شو قصدك؟ لك لا تتمسخري علي، كمال شو جابه لهون؟ وبابا شو بده يجي يساوي هون بقى؟ مو قبل شوي دليتي أبوكي على سهام؟ عزيز شو اللي عم تحكي؟ إجا عزيز أفندي. سهام إجا؟ إيه إجا. اسمعني منيح، أنا ورشا رح نروح نقعد تحت اللوحة يلي بيتعلق عليها علامات الامتحان، وإنت رح تسأل إليف عن مكان اللوحة، وطبعاً الخانم رح تأشر باتجاهنا. وإنت عم تحكي معها لا تطلع لوراك، هيك عزيز بيكون وقع بالفخ اللي حفرناه. امشوا. يا عمري انا ما احلاك. خدي مسحيله. إليف رايحه على الحمام شوي. طيب. روح. عفوا، وين لوحة العلامات؟ اللوحة اللي بيعلقوا عليها العلامات؟ إليف؟ كمال! كمال وقف، لا تهرب! على شو ناوية؟ ما فهمت عليك، شو قصدك؟ لك لا تتمسخري علي، كمال شو جابه لهون؟ وبابا شو بده يجي يساوي هون بقى؟ مو قبل شوي دليتي أبوكي على سهام؟ عزيز شو اللي عم تحكي؟ هذا ما كان أبي، هذا كان واحد كان عم يسأل عن لوحة العلامات وأنا دليته عليها. إليف بكفي، حاجة تكسبي علي بكل وقاحة. معقول هاي البنت اللي حبيتها؟ ماني مصدق، مو معقول ابدا. ما عم تشوف؟ امشي من هون لو سمحت، حاج تجرحني اكثر من هيك. إليف شو صار؟ شو لسه بدك منا للبنت؟ لما قلت لك ما صدقتني مو هيك؟ وقبل ما تجي تهجمت علي حتى سأل الكل بيشهدوا. مزبوط هالكلام. سهيلة أنت لا تتدخلي، جاوبي عم بسألك. ما توقعتك هيك. امشي سهام. بحياتي ما شفت أحقر من هيك بنت. لك اطلعي كيف عم تمشي بس مشان تستفزنا. انا مالي عارفانه شو عملت لها لحتى تحكي معي هيك. باي مكان بتشوفني فيه بتقلي بدي اقتلك وخلص عليكي يا سهام. يعني انا مليت كتير من هالوضع، خلص تقتلني وتريحني بقى.